العنصر الأساسي. بكل أمانة، كيف نقيم التجربة السعودية في موضوع البعد المعنوي؟ يعني أنا أتذكر من زمان، وأنتم أكيد أكثر خبرة، كان في شيء اسمه إدارة مش عارف إيش والتوجيه المعنوي. التوجيه المعنوي صحيح. يجب هنا أن نتوقف بكل حيادية. يميز المجتمع السعودي بحكم تكوينه الديمغرافي للمجتمع السعودي كاد يكون متميز عن بقية المجتمعات البعيدة. المجتمعات الخليجية تقريبا مشابهة للتركيبة الديمغرافية للمجتمع السعودي. هذا يلقي بظلاله حول عملية الانتماء الوطني وتعميق الانتماء الوطني، وهذه تمر عبر مؤسسات علمية ومؤسسات فكرية. أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية مؤخرا بدأت تنجح كثيرا في مسلك اللحمة الوطنية، وهي عنوانها اللحمة الوطنية، وهي في حقيقة حتى نصل إلى مسألة اللحمة الوطنية نمر عبر خطوات تعميق الانتماء الوطني، بدءا من المؤسسات التعليمية تربية الوالدين إلى المؤسسات الفكرية إلى المؤسسات الاستراتيجية المتخصصة في هذه الناحية، ثم مؤسسات الرقابة واتخاذ القرار، سواء اتخاذ القرار السياسي أو اتخاذ القرار الأمني، وهي بدورها تغذي عملية تعميق الانتماء الوطني ككل حتى يحصل الوئام بين المجتمع، ثم بين المجتمع وبين القيادة، لكي يتسنى فيما بعد حفظ حدود الوطن بأكمله، سواء الحدود الخارجية مع ضمان المواطن تنفيذ الحدود الداخلية. طيب، لا أيضا التجربة السابقة في موضوع التوجيه المعنوي، الآن في تحولات كثير فيما يتعلق ب يعني خليني أقول كل التحديات اللي مرت فيها المنطقة، خاصة من 2011 أفرزت معاني جديدة، مضامين جديدة للهوية الوطنية، للوحدة الوطنية، الخروج من فكرة الهوية الأممية الشاملة إلى الهوية الداخلية. هل أو كيف نوصف أهمية ومحورية أن تكون هذه المعاني الجديدة حاضرة في قيم وتوجهات أو يعني المتعلقة ببناء معنويات متجددة للفرد السعودي، الفرد السعودي بشكل عام، وفيما يتعلق بموضوع المعنويات بالنسبة لرجال القوات المسلحة؟ طبعا المتتبع، احنا عندما نتحدث عن مثل ما ذكرت حضرتك اللي هو عن التوجيه المعنوي، عن متغيرات، عن الولاءات ما بين أحزاب وكذا، عندما نتحدث عن المواطن السعودي، خلاصة ما شاهدناه في العمليات التي تتم الآن في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، عندما تجد عسكري يصاب للمرة الثالثة والرابعة ثم يعود بنفسه إلى المعركة، هل هذا العسكري رجع؟ لا، والفيديو المتداول للعسكري اللي شايل زميله على الأب مع أبنائه كلهم على الجبهة اللي على الجبهة. نعم. عندما تجد عسكري يتوسط بأشخاص حتى يذهب إلى جبهة القتال ولا يبقى في المواقع الخلفية، هنا تتأكد أن التوجيه المعنوي يؤدي دوره بشكل جيد. عندما يكون العسكري عنده عقيدة يؤمن بها، ووطن يؤمن فيه، وقيادة يثق فيها، ومستقبل يدافع عنه، نعم، وسلاح في يده يثق فيه، وزميل بجانبه يعرف أنه معه في نفس الهدف وفي نفس العقيدة وفي نفس القتال، ويكون عنده هدف مشروع وهدف شرعي يدافع من أجله، هنا لا يمكن أن نشكك أو يعني الهدف المعنوي للفرد. هنا لا يمكن إلا أن ندعم استثمار هذه البطولات وتحويلها إلى نماذج حقيقية في بناء المعنويات حاضرا ومستقبلا.